تأكدنا من خلال المقابلة الودية أن المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة الإطار الوطني هشام دقيق بلغ ما بلغ من المستوى العالمي، خصوصا في المقابلة الأولى، لأن صعيب تشوف منتخب مثل كقامة المنتخب البرازيلي كيلجأ للتحكيم باش يعاونوا في المقابلة الأولى، وأيضا في الشوط الثاني ديال المقابلة الثانية صراحة المنتخب البرازيلي أيضا تحسن بشكل كبير. شفنا كيفاش تجاوز مجموعة من الصعوبات اللي كان واجهها سابقا مع المنتخب المغربي، وأيضا المنتخب المغربي شفنا واحد التحسن كبير في الأداء ديالو، لأن عودت بعض العناصر الأساسية اللي كانت مفتاح مهم في الجانب الدفاعي ديال المنتخب الوطني المغربي كسفيان بوريت، وإعادة اكتشاف حارس آخر اللي هو عبد الكريم البيلي اللي خلانا نكونوا دائما مطمئنين على حراسة المرمى. كأس العالم باش نكونوا منطقيا وبناء على الواقع اللي كنشوفوا ديال الدوري الوطني المغربي، فأقصى ما يمكن أن نصل إليه هو ربع نهائي أو نصف نهائي في ظل الظروف الحالية، غير ذلك فالأمور تحتاج إلى مجموعة من الاهتمام بالتفاصيل. وعارف إحنا الناخب الوطني الدقيق دائما كيأكد على أن الاهتمام بالتفاصيل هو سر النجاح، وبالتالي الاهتمام بالتفاصيل الدوري الوطني المغربي وإعادة النظر في سيرورة الدوري الوطني المغربي خصوصا على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى والمواكبة ديال جميع الفرق وليس احد الفرق، هي اللي تعطينا تحول افضل على مستوى العناصر ديال النخبه الوطنيه في وسط. انه المنتخب المغربي ما بقاش مفاجاه، المنتخب المغربي ولا يصنف من بين المنتخبات الكبرى ليس فقط على المستوى العربي او الافريقي بل على العكس على المستوى العالمي، والتصنيف ديالو خير دارين. ممكن تحدثوا على هذه المباراتين الوديتين اللي ظهرت شخصيه المنتخب القوي، شخصيه المنتخب المنظم اللي قادر على انه يحقق انجازات، واللي تظهر انه الانجازات اللي حققها سواء على المستوى الافريقي او المستوى العربي ما جاتش اعتباطا، بالعكس كاين عمل، كاين مجهودات من طرف الاطار الوطني هشام دقيق، كاين مجهودات من طرف اللاعبين وكذلك مجهودات من السيد رئيس الجامعه السي فوزي القزع اللي عطى امكانيات حقيقيه لهذا المنتخب باش انه يقدر انه يسير للامام، يقدر انه يحقق نتائج ايجابيه، وكذلك النخبه الوطنيه اللي تجمع هاد اللاعبين اكفاء، عندهم ما يقولوا، عندهم فرج لهم، قادرين على انه يحققوا الانجازات. وكاين الخلاف، كاين لاعبين شباب اللي قادرين على انهم يعوضوا اللاعبين اللي ديجا كانوا لاعبين مع المنتخب. تحقيق انجاز كبير في كاس العالم والفوز بكاس العالم ماشي شيء سهل، وخصو بزاف ديال الشروط وبزاف ديال الامور اللي خصها توفر. كاين مجهود من طرف رئيس الجامعه، كاين مجهود من طرف الاطار الوطني هشام دقيق، ولكن هادشي غير كافي، مازال خصني تبذل مجهودات في مع الفرق ديال البطوله، مازال خصنا تقويه البطوله الوطنيه باش انها تقدر ان الا قلنا بطل كاس العالم او وصيف بطل كاس العالم او متاهل لنصف نهائي كاس العالم تكون عنده بطبيعه الحال تكون عنده بطوله قويه. صراحه المقابلات بجوج بينوا على انه واحد المستوى كبير ديال الكرات القدم داخل القاعه. الناس الدراري ديال دقيق كاين واحد التطور كبير، شفنا المقابله الاولى اللي خرجت بتعادل 0 لمثله، كان المنتخب حاضر، بانت لينا واحد الانسجام كبير. المقابله الثانيه اللي خسروا فيها ب 4-1 كان الشوط الاول اللي انتهى بصالح المنتخب المغربي، الشوط الثاني بان بعض العياء ولا الانسجام ما كانش من بعد التعادل والهدف الثاني ديال البرازيل. الحمد لله كنفتخروا بهذا المنتخب، كاين غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. وكما شفنا في هذه المباراتين البرازيل اللي هي رقم واحد عالميا ولات كتستعمل الحكم، وكتستعمل الحكم لان هي فين تلعب عندهم الماتش اميكال باش تضغط على المغرب. الحمد لله المغرب غادي يقول الكلمه ديالو وغادي نشوفوه ان شاء الله بطل عالمي، علاش لا، وعندنا فريق عالمي، منتخب عالمي، خاص غير كل شيء يشجع وكل واحد يخدم من جهته وغادي نوصلوا للعالميه ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.